رقم 21 و 22 في الصفحة رقم 125. هنبدأ بالتمرين رقم 21. Page 125. Donc, à 9 تمرين 21, résous les équations suivantes. يعني حل المعادلات التالية. Donc, on va commencer par l'équation A. J'ai moins 2 sur 5x égale moins 1 sur 15. Donc, هنا يا l'inconnu, اللي سنقلبو هنا يا عليه, هو x. هذه غادي نعتبروها بحال مكتوبة على هذا الشكل اللي هو ax إيغال b. داكور, وشنا هي لا سوليسيون ديال هاد لو تيب ديكواسيون ax إيغال b؟ لا سوليسيون ديالها هي ان x إيغال b سور a. دونك كناخدو a ونقسموها هنايا على b. داكور, دونك هنايا غادي نعتبروا ان موان 2 سور 5 هي ا, و ب هي موان 1 سور 15, هذه هي ب. داكور, اشنا هي لا سوليسيون؟ قلنا هي ان اكس ايغال ب سور ا. اشنا هي ب هنايا؟ ب هي موان 1 سور 15, واشنا هي ا؟ هي موان 2 سور 5. داكور, دونك غنعرفوا واحد القاعده اللي هي الا كان عندي هنايا ا سور بي مقسومه على سي سور دي بحال هاد الحاله اللي عندي هنايا, الحل ديال هاد القسمه هادي اولا ديال هاد لا فراكسيون هي ان ا سور بي كنديروا ا سور بي فوا دي سور سي. اشنو كندير؟ كنحتفظ بهاد الكسر الاول, ها هو, والكسر الثاني كندير المقلوب ديالو كنقلبو لانفيرس ديالو. داكور, دونك هنايا عندي سي سور دي, فاش قلبتها اش غتولي؟ دي سور سي, وكنحولوها لضرب. داكور, دونك عقلوا على هاد لا ريغل مزيان حيت غتحتاجوها بزاف لي زيكواسيون اللي عندكم في هاد بهاد لو تيب هذا. دونك هنايا غنعاود, الا كانت عندي ا سور بي مقسومة على سي سور دي كنحتفظ بالكسر الأول, ها هو, وكنضربو في المقلوب ديال الكسر الثاني. أشنو هو الكسر الثاني؟ هو سي سور دي, وشنو هو المقلوب ديالو؟ هو دي سور سي. دونك أنا ضربتو في المقلوب ديالو, يعني عطاتني أ سور بي مضروبة في دي سور سي. واحد القضية أخرى هنايا, بقاو عاقلين مزيان إلا كان عندكم هاد لو تيب هذا, ديريكتومون حاولوا نتوما تحدوا فينا هي ا وفينا هي ب, وتكتبوا قدامكم لا سوليسيون, ومن بعد غتجيكم سامبل. ها كيما درت انا هنايا, قلت ان لانكوني هو اكس, واعتبرت ان هذه هي ا وهذه هي ب, دونك تكتبت لي على هذا الشكل ا اكس ايغال ب. واشنا هي لا سوليسيون اللي كنا ديجا شفنا في لوكور؟ هي ان اكس كتساوي ب سور ا. وداكشي اللي درت هنايا, كتبت ان اكس كتساوي, جيت خديت بي حطيتها هنايا وخديت ا. دابا اش غندير؟ غنطبق هاد القاعده هادي, يعني ان اكس تساوي, قلنا هذا هو الكسر الاول كنحتفظ به موان زان سور 15, واشنو كندير الكسر الثاني؟ كندير الضرب وكنقلبو, دونك غتعطيني هي 5 سور موان 2. داكور, دونك اكس ايغال, دونك هنايا عندي لا ملتيبليكاسيون ديال دو فراكسيون, كنديرو البسط في البسط والمقام في المقام, هي ناقص واحد في خمسة على 15 في ناقص اثنان. ناقص واحد في خمسة هي ناقص خمسة, وخمسة عشر في ناقص اثنان هي ناقص ثلاثون. نقدرو نزيدو, يعني نختزلو, ناقص مع ناقص هي زائد, ها خمسة, واشنا هي ثلاثون؟ هي ستة في خمسة. دونك غتمشي خمسة مع خمسة, غتبقى ليا واحد على ستة. On passe à l'équation B. B, donc j'ai 4 sur 7 égale moins 8x sur 3. Donc هنايا عندي, ها هو الانكوني هو x,
اش غادي ندير؟ اول حاجه نحيد بعدها ثلاثه اللي حدا هنايا، نحيدها. باش نحيدها شنو غادي ندير؟ غنعاود نكتبها هنايا 4 سور 7، وهنا عندي -8x سور 3. دونك انا هايدي اكس عندي هنايا، انا خاص نحيد هاد ثلاثه. كنحاول انني نخلي اكس بوحدها. الا بغيت نحيد ثلاثه اش غندير؟ نضربها في ثلاثه، وحتى هنايا نضرب في ثلاثه. داكو، غتمشي ثلاثه مع ثلاثه، شنو يبقى ليا؟ غتبقى ليا 4 في 3 اللي هي 12 مقسوم على 7 تساوي ناقص 8 اكس. داكو، هذه علاش مكتوبه؟ مكتوبه على هذا الشكل اللي هو ا اكس ايغال ب. راه هذه راه هي ناقص 8 اكس تساوي 12 على 7. فين هي ا؟ هي ناقص 8، وب هي 12 على 7. واش هي لا سوليسيون ديال هذا لو تيب؟ هذا هي ان اكس تساوي ب سور ا. ها هي ب سور ا. فين هي ب؟ هي 12 على 7. وفين هي ا؟ هي ناقص 8. وهاد ناقص 8 علاش مقسومه على 1؟ هي ناقص 8 على 1. علاش درتها هكا؟ كنحاول انني غير نكتبها على هذا الشكل باش تجيني بسيطه، ندير نحولها لضرب. داكو، دونك اكس اش غتساوي ليا؟ غنحتفظ ب 12 على 7، وهنا قلنا كنديروا الضرب. واش غندير لهادي؟ غادي نقلبها، يعني هي 1 على ناقص 8، ونحدو السوليسيون. داكو، دونك هنايا عقلوا ان الا كان عدد وكنشوفوا علاش هو مقسوم، هو مقسوم على 1، حيت اي عدد مقسوم على 1 راه تبقى نفسه. دونك الا كان عندنا بحال هنايا، انا كانت عندي غير 8، راه 8 مقسومه على 1 وجيت وقلبتها. دونك هل تعقلوا؟ عقلوا على هذه القاعده مزيان، وتبقاو تشوفوا على اين شكل مكتوبه عليه هذيك المعادله. غادي نشوفوا ليكواسيون سي. دونك عندي في سي 3x ايغال موان 4 سور 9. دونك هنايا فين هي ا؟ هذه بعدا مكتوبه على شكل ا اكس تساوي ب. والحل ديال هاد لو تيب هذا هو ان اكس كتساوي ب على ا. فين هي ا؟ هي 3، هذه ا. وفين هي ب؟ هي ناقص 4 على 9. يعني ان اكس شنو كتساوي؟ كتساوي ب على ا. ها هي ب على ا، شحال هي ب؟ هي ناقص 4 على 9. وشحال هي ا؟ هي 3. وهاد 3 مقسومه على اش؟ مقسومه على 1. يعني ان اكس شنو كتساوي؟ قلنا غادي نديرو هاد القاعده هادي ديال كنقلبو، يعني كنحتفظو بالكسر الاول ونضربو في المقلوب ديال الكسر الثاني. الكسر الاول هو ناقص 4 على 9 مضروب في مقلوب الكسر الثاني، يعني ان اكس تساوي ناقص 4 في 1 هي ناقص 4، و9 في 3 هي 27. وكنقولوا ان موان 4 سور 27 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نشوفوا ليكواسيون دي، موان 2 سور 5 اكس ايغال 3 سور 8. حتى هذه مكتوبه على شكل ا اكس يساوي بي، للحل ديالها هو ان اكس كتساوي بي على ا. فين هي ا؟ هي ناقص 2 على 5، وبي هي 3 على 8. اكس شنو غتساوي؟ اكس هي ب على ا. واشنا هي ب؟ هي 3 على 8، و ا هي ناقص 2 على 5. يعني ان اكس تساوي 3 على 8 مضروبه في مقلوب الكسر الثاني اللي هي 5 على ناقص 2. داكوغ، دونك دابا خاصها تكون تحفظات. كنحتفظوا بالكسر الاول ونضربوه في مقلوب الكسر الثاني. 3 في 5 15، و 8 في ناقص 2 هي ناقص 16. داكوغ، ماتنو غنشوفو ليكزارسيس نيميرو 22. إكزارسيس 22 باج 125.
j'ai هنايا في ليكواسيون A 3 sur 2 x moins 1 sur 2 égale 5 sur 6. Donc هذه راه مكتوبه على يعني هذوك لي دو تيب ديال ليكواسيون مكتوبه عليهم هذه. اشنو غنديروا اول حاجه هي انني غادي هاد ناقص واحد على اثنان خاصني نرد الطرف الاخر خاصني نحيدها من حدا اكس نحيدها من حدا بغيت نحيدها يعني نردها للطرف الاخر اشنو غتعطيني 3 على اثنان اكس تساوي 5 على 6 انا خديت هذه ونردها لهنا شنو غتولي زائد واحد على اثنان داك دونك 3 على اثنان اكس هنايا باش نجمع هادو شنو غندير لهم ما عندهمش نفس المقام غنوحد المقام اشنو هو المقام موحد هو 6 دونك هنا نحتفظ بخمسة هذه باش تعطيني 6 اشنو ندير لها نضربها في 3 ضربت المقام في 3 حتى البسط نربو في 3 دونك هنايا 1 في 3 3 يعني ان 3 على 2 اكس شنو تعطيني 5 زائد 3 اللي هي 8 مقسومه على 6 نقدر نختزلها 3 على 2 اكس تساوي هي 4 على 3 دابا هذه مكتوبه على شكل ا اكس يساوي ب للحل ديالها دونك ديما تنفكركم به هو ان اكس كتساوي ب على ا يعني ان اكس شنو كتساوي ب على ا شحال هي ب هي ديها ا هي 3 على 2 وب هي 4 على 3 ب هي 4 على 3 مقسومه على ا اللي هي 3 على 2 دونك اشنو غتساوي ليا هادي كنحتفظ بالكسر الاول اللي هو 4 على 3 ونضربه في المقلوب ديال الكسر الثاني اللي هو 2 على 3 داكو 4 في 3 4 في 2 8 و3 في 3 9 يعني ان السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي 8 على 9 داك نشوف ليكواسيون ب 5 sur 4x égale 5 sur 4x moins 4 sur 3. اشنو هنايا هنايا عندي كنلاحظ ان عندي x في هذا المومبر ا غوش وعندي x في مومبر ا دروات اشنو غندير انا غنجيب هذه ونحطها حدا اختها دونك هذوك اللي عندهم x نجمعهم مع بعضياتهم شنو تعطيني 5 على 4x وهذه اللي رديتها على الطرف غتولي ناقص 5 على 4 x كتساوي ناقص 4 على 3 لاحظوا معايا ان عندي 5 على 4 x ناقص 5 على 4 x هذه شحال كتساوي كتساوي 0 دونك لاحظوا انه ما بقات لياش x ما بقى لياش المجهول ما بقاش في هذه الحاله الا ما بقى لكمش المجهول ما بقاتش x كنقولوا ان هذيك المعادله ما عندهاش الحل داكور احنا عندي هنا 5 على 4 x ناقص 5 على 4 x هي صفر واش صفر كتساوي ناقص 4 على 3 نو دونك اشنو كنقولوا كنقولوا سيت ايكواسيون سيت ايكواسيون نا با دو سوليسيون نا با دو سوليسيون كنقولوا ان هذه المعادله ما عندهاش الحل